مناشدات من ضمنها واحد مناشدة إلى السيد أعتقد وزير الدفاع. هذا الرجل يقول أنا منتسب بالجيش العراقي، محمد منتسب بالجيش العراقي من سنة 2003، تركت الخدمة بال 2007 بسبب الطائفية، بال 2013 رجعت بالعفو، داومت 3 شهور بدون راتب، بعتها أمر فوج قال روح للبيت، من يجي راتبك نخابر عليك. ما حد اتصل علي لهاي اللحظة. حلو، من 2013 لحد هاي اللحظة ما حد متصل عليك، زين. يقول بال 21 دقيت اسمي بوزارة الدفاع، لقيت اسمي موجود ودا يستلمون رواتبي، راجعت الوزارة ما حد قبل يدخلني، ضابط كبير قال لي لا تتعب نفسك، اسمك اخذوه وكهواية نفسك، عندي كل مستمسكاتي من دخول الجيش الى العودة، وعندي نموذج النزول من العودة من نفس الفرقة، ارجو من سيادتكم الوزير او سكرتير الوزير متابعة قضيتي. هذا رقمي، رقبة يمكم يا ولد، موجود وياك على الخط. انطيني اسمك بالله. الو، مرحبا. مرحبا استاذ نجم، هلا حياك الله. محمد فائز محسناني. شو اسمك؟ من بغداد. شو اسمك؟ محمد فائز محسن. محمد فائز محسن، انت وحدتك وين؟ انطيني عنوان وحدتك. أنا بالفرقة الثالثة، قديم شنت يا فوج. الفرقة الثالثة بالموصل يا فوج. الفوج الثاني. فوج الثاني سرية. سرية الثانية. فرقة الثانية، فوج الثانية. لواء 11. أما فرقة الثالثة. محمد. محمد. نعم سام. قصتك أنا قريتها، بس خليني اسالك وانت جاوبني. نعم. ما اريد تعيد لي اياها. انت نعم. من اللي قال لك روح لاهلك من يجي راتبك تعال اخذه؟ من هو؟ غير مكانك محمد، غير مكانك، صوتك دا يقطع، ما دافه منك، غير مكانك. الو. نعم سر. من اللي قال لك روح؟ من اللي قال لك روح؟ من يجي الراتب نخابرك. امر الفوج مالتنا. شو اسم امر الفوج مالتكم؟ والله عندي بالكتاب مالتي موجود، عندي الاوراق كلها مال عوده. انت امر الفوج هو اللي زين. رحت لهلا. كان النموذج باع علي عمر. رحت لهلي. رحت لهلا. وما كنت اتصال يمكن ورا شقد. يلا خابروك. قال لك تعال خذ راتب. ما حد ما خابرني بال 21 بال 21 بال 2021 فحسيت دا احكي قصتي دا اقول لهم انا ما رجعت. قال شو رجعوا؟ كلهم رجعوا بال 2013. واحد بوزاره الدفاع دق اسمي قال انت هسه تداوم فرقك 15. انت ورحت انت محمد فائز محسن. محمد 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 انت من نعم. بالعفو رجعت بال 2013 قبلوا عودتك. نعم. قبلوا عودتك؟ هم اي داومت شهر ثلاث اشهر انا داومت. خوش لهنا كاف. بس اسمي بالراتب ما اجى. زين انت قال لك روح ونشروك بوامر القسم الثاني وداومت وقال لك روح من يجي راتبك تعال، انت متاكد تشتغل جندي لو رئيس وزراء؟ لا جندي انا حتى انت جندي. انت جندي تروح لاهلك راتبك يجيك على التليفون شلون؟ لا مو هيك استاذ. ها انا قالوا لي لان اسمي ما موجود، يعني راتب 3 اشهر داومت بدون راتب، فالان تقول انت مو بس اني، احنا مجموعه يمكن بحدود ال 30 واحد في الفوز مالتنا. قالوا لكم روحوا الى ان تجي رواتبكم. اي قال روحوا لحد ما تجي رواتبكم، بس تجي انخفض تعالوا داوموا. بعدين تداومون ببلاش. ما ليش تداومون ببلاش؟ ليش انتو محمد انتو من اجيتوا مو اكو كتاب من الوزارة باسماءكم تعودون؟ مو الكتاب دزوهم للدفاع. اي عندكم نسخة منه؟ دزوه للدفاع اسماءنا كلها موجودة في كل مستمسكاته. عندكم اللي اجى من الدفاع ما حد ما شافنا. زين انت ورا 8 سنوات
راجعت ورا 8 سنوات بالواحد وعشرين رحت للوزارة. اي بالواحد وعشرين واحد دق اسمي بالحاسبة. اي. لقى اسمي موجود محمد فؤاد محسن فرقة 15 هم بالموصل. هي الفرقة الثالثة صارت اسمها فرقة 15. زين. يعني تبين يستلم روح. تبين الولد ياخذون براتبك هاي 8 سنوات. حافي هو هذا. فقال لي روح اشتكي بديوان الوزارة. ديوان الوزارة. الله وكيلك الباب ما خلوني افوته. الباب شنو ما خلوني افوته؟ خش. هاي امام. عدد واحد لواء. اي. ولا اللواء ايش قال لك؟ لواء قال لي لا تحاول. لا تتعب نفسك. انت راحت عليك. اسمك اخذوه ولا تحاول. مو بس انت. قال انت هواي ترى من عندك. عندك 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 لا تروح ولا تراجع محمد عندك الامر الاداري عندي اسمح لي نعم اسمح لي الامر الاداري باعادتكم وتنسيبكم على الفرقه الثالثه اي موجود كله عندي كله موجود عندي ابعث لي اياه على الواتساب حتى انا بعد هاي الحلقه ابعث للسيد وزير الدفاع وخلي يشوف دول الولد ان شاء الله كلها احد يذكيها على الواتساب ماشي